معنا في الاستديو نجيها مت محمد عبد الله، عضو اللجنة الإعلامية بالنقابة الحرة للمعلمين الموريتانيين. أهلا وسهلا. ما طبيعة مشكلة المعلمين المحتجين، ولماذا الوزارة رفضت التعاطي معهم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا لا يسعني إلا أن أشكر قناة المرابطون التي سنحت لي بهذه الفرصة للتعبير عن ما عانى منه زملائنا المعلمين في هذه الفترة. هذه الفترة الخريجين لسنة 2015 عانوا من تأخير رواتبهم، إضافة إلى المعاناة التي عانوا منها في بداية العام الدراسي، إذ تم نقلهم إلى أماكن عملهم قبل قرار تأجيل الافتتاح الدراسي في الوقت اللي وجد الافتتاح الدراسي يوم وصلهم إلى أماكن عملهم، وبقوا 21 يوما قبل الافتتاح الرسمي وهم موجودون في أماكن عملهم. بالإضافة إلى ذلك تم تأخير هذه الرواتب لهذا الوقت الكبير جدا. كان أصلا من المفترض أن يتم تسديد رواتبهم في شهر أكتوبر أو نوفمبر، لماذا التأجيل إلى الشهر 12؟ لأن في الحقيقة الدولة كانت بإمكانها أن تعد لموظفيها وحتى تخرج الرواتب في وقت محدد، لكن لا تم التأخير، تم التأخير بشكل بعد معقول وبشكل طبيعي كما كان يخرج في الدفعات السابقة، كان يتم صرف الرواتب في الشهر 12. الآن اليوم عندنا 4 في الشهر الأول من السنة المقبلة، والمعلمين الخريجين 2015 يتقاضوا ولا راتبا واحدا. ما سبب رفض الوزارة التعاطي معه؟ لا أعرف، يبدو أنه المعلمين لا يعرفون الوزارة لماذا تأخرت، يعني التسيب الموجود وظلم المعلمين وكذلك في الحقيقة يعتبر المعلمين قطعا واصلوا ملفهم حتى هم مسطرة قانونية يلا تقوم به الوزارة، الوزارة ما قامت بها قاموا بها المعلمين أنفسهم حتى من أجل توصيل ملفهم، وملفهم للآن ما زال متأخر ولا فات وصل لوزارة المالية لفت يأخذهم الرواتب. بالنسبة للحراك النقابي الموحد، ما موقفه مما حصل؟ طبعا نندد ما حصل ونطالب بتسديد رواتبهم فورا وفي أسرع وقت، ونطالب أن لا يتكرر هذا الخطأ مع الدفعات المقبلة إن شاء الله تعالى. وفي الحقيقة خطأ كبير ونندد به، ونطالب الوزارة بالتدابير اللازمة من أجل تجاوز هذا الخطأ. معلمين مخرجين من بداية العام الدراسي قد مضينا 3 أشهر من السنة الدراسية وهم لم يتقاضوا الراتب، والآن كان مفترض أنهم اليوم يعودوا في أماكن عملهم، لكن ظروف المادية منعتهم من العودة في أماكن عملهم بعد العطلة الفصلية. طبعا ما الذي ستقومون به في النقابة الحرة للمعلمين في سبيل حصول هؤلاء على حقوقهم؟ أولا أصدرنا هذا البيان كخطوة أولى للتعبير عن تنديدنا بما حصل مع هذا المعلمين، وإن شاء الله تعالى مستعدين لكل الإجراءات اللازمة من أجل تحقيق مطالبهم، من أجل إن شاء الله تعالى توفير حقوقهم حتى يتم إن شاء الله تعالى يكونوا في وضع يمكن أن يؤدوا المهمة المكلة لهم، وهي مهمة التعليم مهمة صعبة ومهمة للحقيقة. المعلمين لما يعودوا في ظروف مادية ونفسية تمكنهم من أن يقوموا بهذه المهمة على أحسن وجه، في الحقيقة لا معنى، لا يمكن أن يشهد هذا العمل الأهمية والمخرجات الحقيقية اللي نحن نسمو إليها ونصبو إليها ونحاول تحقيقها إن شاء الله تعالى، لكن لابد أن يضع المعلم في ظروف مادية وظروف اجتماعية تسمح له أيضا بهذا. طيب هل من مشاكل مشتركة بين هؤلاء وغيرهم من المعلمين؟ طبعا مجموعة من المشاكل، في منها مشكلة تأخير علاوة الطبشور، انها كانت نحن نطالب عنها تم تأخذ مع كل شهر، لكن هي الوزارة رفضت ذلك وقالت انها لن تخرج الا مع كل فصل، ومع ذلك حتى هذا الفصل إلى الآن هي متأخرة لم تخرج، ومن العام الماضي هي تقريبا في هذا التأخر في سلسلة التأخر، وكل فترة ورا فترة تتأخر. وفي مجموعة من المشاكل كثيرة، منها مشاكل النقل، ومنها مشاكل السكن، ومنها مشاكل البعد، ومنها ياسر المشاكل حتى قاع البنية التربوية وحتى القاعات، الاكتظاظ الكبير جدا لمجموعة التلاميذ في الوقت اللي المدارس يتم بيعها ويتم ياسر مشي، نحن نشهد الاكتظاظ، المعلم عنده 100 تلميذ يقراه في الحقيقة ما يقدر يوصل الهدف ولا قد يوصل للغايه اللي هو يدور بها. هذا فعلا الدوله يلا تتحمل المسؤوليه فيه، ويلا فعلا توفر المعلم ظروف ماديه واقتصاديه ونفسيه قد انه يقوم بها بهاي المهمه المكلله، وهي مهمه تكوين جيل وتكوين ان شاء الله تعالى جيل رائد ويمكن ان يقوم ببناء هذه الدوله. نجيها بنت محمد عبد الله، عضو اللجنه الاعلاميه بالنقابه الحره للمعلمين الموريتانيين، شكرا جزيلا لك. شكرا لك.